نادية عبد العال استشاري تطوير الذات. يلا بينا نبدأ في الخطوات. الخطوات هتستغربوا لو قلت لك ريت تبدأ من الطفولة عشان أكون مستعد للمستقبل. أنا اشتغلت بياعة في الصيف في المحلات اللي كانت بتبقى على اسكندرية مع عيلتي ومع أخواتي. بنت فيا الاسكندرانية دول وفي أماكن كتيرة. أيوة. بنت فيا مهارة البيع. أيوة. فأنا بدي دلوقتي كورس ازاي سيلف يور سيلف، ازاي تبيع مهاراتك وتعرض افكارك وكل الناس توصل لها بسهوله، اللي بنسميه دلوقتي براندنج، ازاي تعمل براند. فلما نوفا صغير يتعلم يبيع ويشتري. اشتغلوا يا جماعه، اتعلموا مهارات. الدراسه مهمه، ابني كنز حياتك. انت عايزه تقولي الدراسه مهمه بس ممكن والمهارات مهمه، اتعلم مهارات وانا صغير. مهارات حتى الكوميونيكيشن دي مهاره، ان اتعامل مع الناس. ما نتكسفش ونقول هنودي اولادنا في الصيف ودوهم. يا جماعه ابداوا من بدري. اولادنا لازم يكون راجل يعتمد عليه، بنت تعرف تفتح بيت. هو اصلا هياخد قرار الشيفت كارير ازاي؟ ما هو مش عارف حاجه، فعشان كده بيقع وبيغلط. فنبني. طب دخلنا الكليه، ما ندرسش الكليه بس، ايه اللي ممكن يساعدنا؟ عشان كده مهم جدا اول ما انا في ثالثه اعدادي ابني هيروح علمي ولا ادبي. مفيش منظره، مفيش حاجه زي باباه. الخطوه الثانيه، دخل الكليه هو عايز يشتغل ايه، ايه المجال اللي ممكن يشتغل فيه. من الكليه اوعوا تضيعوا الوقت. مهارات تفاوض ندرسها، كوميونيكيشن سكيلز ومهارات التواصل ندرسها، ندرس حاجات كتيره، ندرس الادوات بتاعتنا الالف به بتاعتنا حاليا اللي هي ايه، الكمبيوتر، يبقى وورد واكسل وباوربوينت. دي خلاص بقت بالظبط زي القلم الرصاص. والاونلاين مهارات موجود فيه كل حاجه، وندرس كل حاجه. خلصنا ورحنا اشتغلنا، ده اللي لقيناه بالوظيفه بتاعتنا بتقديرنا بقى، ادخله. ما نقولش لا، اشتغل. شغفك معاك، هتحققه، خليك جواه بس، وخليه هو جواك بس. ونخرجه امتى؟ لما اكون زي ما قلت هرارك افنيت كده، اللي هو مثلث الاحتياجات، حققت اماني اكل واشرب. مش معقوله زي ما بقول كده في عبد القليط قاعد مش لاقي اكل، ولا اصل انا مستني ابقى مدير. طبعًا. انت هتبقى مدير البيزنس الصغير بتاعك. الست اللي راحت عملت مثلا ادوات المنظفات، عادي، دي مديرة نفسها. يا جماعة الشغف مش معناه تبقى لاعب كورة وزي صلاح وزي غيره. دي نماذج. صلاح تعب كلنا تشقينا وتعبنا. أنا قدامكم مثال، تعبت وجالي كانسر وقمت ودرست ودرست حاجة واتنين، وأنا بشغلة في البنك وبدرس وبحب الباشن بتاع التدريس، بس بتعلم عشان أعرف أدرس. وما كنتش هبقى معاكم النهاردة لو أنا ما عملتش ما بنيتش مهارات تطوير وطورت نفسي. ما تقوليش بابا وماما وتعلق الشماعة. ميت عايش الله يرحمهم جميعا. اتعلم ما تعلمش، هم احسن حاجه عندك. لكن ما اقعدش اقول لا، سيب الشماعه ارميها. انت فين؟ ابني نفسي واتعلم. طب انت بتعمل ايه بالظبط؟ اشتغلت اتقي الله في شغلتي وامارسها كويس، وابدا بقى انا عايزه اروح للشغلانه الفلانيه، عايزه ابقى ميكانيكي، عايزه اعمل اي حاجه في السيارات، عايز اعمل مشروع، عايز امسك ميديا، ابقى بعمل سوشيال ميديا. اعمل كل حاجه، خد خطواتك واحده واحده. لما تلاقي نفسك معاك ما يكفيك اتليست من 6 شهور لسنه، دي مهمه، مهمه جدا. اوعى تتحرك. عرفت؟ ومع ماديا، ماديا، لان هتقول لي طب ما انا معيش ولاد. طب وليه تقعد من غير شغل؟ نفسيا هتنهار. لما تلاقي نفسك مكفي ومعاين ادخاراتك، نتعود على الادخار. اظن الدرس النهارده علمنا ان احنا كنا مصرفين كلنا على من كورونا، علمنا ان احنا بنشتري موبايلات، واحنا الشرق الاوسط اكتر ناس بيشتروا الحاجات الفانسي زي الموبايلات والحاجات دي. يا جماعه ندخر ونستثمر، وندخر في نفسنا ونستثمر في نفسنا، فنيجي ننقل يكون معانا ما يكفينا ماديا، ونكون شايفين الجاب. انا بعرف ايه وعايز اكون ايه عشان اروح الوظيفه اللي جاي. يعني انا واحد اكون عارف انا عاوز اعمل ايه ومهاراتي واشتغل عشان فيها. ممكن ادرس حاجه حلوه جدا عشان اقدر ان انا اتعلم مهاره، انزل اتعلمها. تالت حاجه هعمل ده ايه؟ لازم اكون متامن ماديا. وتاني حاجه امن نفسي ماديا. معاك التلاته دول، ابدا انقل وانت مطمئن، لان انت عندك ما يكفيك. قبل كل ده عندك استعدادك النفسي والصلابه النفسيه انك انت هتواجه مستقبل جديد، بس انت حبه ودارس خطواته.
دي مهم جدا التخطيط، لان حتى لو انت مسؤول عن نفسك بس نفسك مش قليله، اوعى تاذيها نفسيا. مسؤول عن ولاد دول معاك وانت مسؤول عنهم، واللي شفناه في الكورونا كتير، وممكن مسؤول عن اب وام، اب وام وناس كتير. فشفت كارير، وليه لا ما يكونش عندنا كارير واتنين؟ انا معايا كارير واتنين وتلاته واربعه وبقدر عليهم بان انا بدير وقتي. يبقى اتعلم ادير نفسي، ادير وقتي عشان انجز، اتعلم اسعى، اتعلم مهارات وازود من علمي، ادرس دايما نفسي واكون صريح مع نفسي. طيب. نقاط قوه ونقاط ضعف. طيب.